السلام عليكم، ان شاء الله تكون كامل ديما بخير. كيما عودناكم شاك فوا نديرو فيديو، مره يكون على الخدمه، مره يكون يعني تثقيفي، مره يكون فكاهي. شاك فوا نديرو فيديو ونتبنى على فيديو، خاصه كي نجو يعني نجربو حاجه نحبو نشارككم بالنتيجه. سي بور سا راح نديرو الفيديو هذا، واللي هو على مجموعه من اللي كيدورو في رباديسمو، كل واحد ودرجه تاع التجمد اللي خصها له الصانع، معرفوا بهم. هذا الماء ما دروبوني، ما عادي تاع العين، اللي كي دروا في الوادي اسمو بوجو سيتروان موان 35 دوغري كيما شفتوا. هذا اللي كي دروا في الوادي اسمو رونو موان 21 دوغري. هذا جي 13 معروف، السيارات الالمانيه من 2013 وطلع يخدموا بالجي 13 موان 25 دوغري. هذا ماء يعني عادي، كاليتي عادية، ماء هاي درجة واحدة تحت الصفر. وهذا اوديستيلي، دي فوا يقول لي واحد نخدم بالاوديستيلي في اللي كيدورو في الوادي اسمه. دركا راح نشوفو مع بعضنا طريقة تاع قياس درجة التجمد تاع كل اللي كيدورو في الوادي اسمه، ومع بعضنا تعرفوا احسن اللي كيدورو في الوادي اسمه. انا ما راحش نقولكم عليه، انتوما تقدروا تقولوا لنا عليه في التعليقات. دروك جبنا مجموعه من الكيسان اللي نحطوا فيها ليكيد رفر ودي اسمو، نديروا لهم التيست بالاباراي هذيا ونشاركوكم مع بعضنا. احكي لك شو دروك. اول حاجه نديروا لوديستي، يعني نبدو بالدرجه لوديستي. دوكا نبدأ بالترتيب باه ما يروحو لناش. هذا لوديستيلي، وهذا درجة تحت الصفر درجة التجمد تاعو. الكولير ما يهمش، اه لونتيجير ولا ليكيد دو لافر اسمو، عندو تركيبة كيميائية اسمها لونتيجير. لونتيجير هذا ترونسبارون، يجي ترونسبارون، والكولير دايرينو اون كارو فويت، تبقى الصبغة تبان باه تعرف انت الفويت، ولا تبان لك في الفاز ديكسبونسيون، نقولو نحنا القرعة تاع الماء، قرعة تاع الماء اسمها العلمي فاز ديكسبونسيون. هذا رونو، ما رونو يبان اصفر في القاعة. مي هو اصلا غير 15. وهذا البوجو، كما تعرف انا نعشق البوجو، هذا البوجو. وهذا الماكاري، كان ديرو التيست مع بعضنا قد ما تشوف. دروك هنا واش عندنا؟ رقم واحد الجولة الأولى، الثانية، الثالثة، ها كل واحدة يعني الأولى، يعني كي تكون درجة من ناقص سبعة وأطلع الصفرة هذه تبقى لتحت، كي تكون من ناقص سبعة ناقص 15 الصفرة تطلع الباقي يهبطو، كي تكون من ناقص 15 ناقص 22 يطلعوا الزوز الباقي يهبطو، كي تكون من ناقص 23 ناقص 21 يطلعوا ثلاثة والباقية، كي تكون من ناقص 31 ناقص 37 يطلعوا كيما، كي يكونوا الكل طالعين يعني درجة تاع التجمد أقل من ناقص 37 درجة، ها كيما تشوفوا لهنا، أقل من ناقص 37 درجة، هاكم شفتوا مع بعضنا كيما هكا. دركا نشوفوا، نبدو بلو ديستيلي، هكا نديرو. نبدو بلو ديستيلي، شفتوا مع بعضنا لو ديستيلي هبطوا ليبول في ستة، هاكم تشوفوا مع بعضنا، هبطوا ليبول في ستة يعني درجة تاع التجمد تاعو أكبر من ناقص سبعة، يعني هذا غير صالح، يعني ما نعتبروش ليكيد دو روفر وادي سمو لأنه درجة تاع التجمد ناقص سبعة. هذه الحاجة الأولى، هذا عرفناه دوك لو ديستيلي. هيا نخلوه لهنا باش يبانولنا مع بعضنا.
دوك نشوفه مع بعضنا. نقص درجة تحت الصفر. هاكم تشوفوا مع بعض كيف كيف هبطوا. هذا ليكيد دروفر وادي اسمه، نقولوا نحن عيان شوية، أنا نعتبره عيان. قادر واحد آخر يقول لك يا خويا كيف كيف. نرجعوا ذركا للجي تريز. جي تريز يعشقوه السيارات الألمانية، ولا ليكيد دروفر وادي اسمه تاع السيارات الألمانية. شوية جي تريز مدوزية كم شفتوا كيفه. ليبول ربعة هبطوا شوية والزوز طالعين، كون خلوها تقعد شوية وقت ربعة هذوك يمشوا ويهبطوا. هم قاعدين يمشوا ويهبطوا، تشوفوا فيهم يعني لهنا كون طولوا شوية يهبطوا يعني، وهما مازالوا طالعين شوية يعني درجة تاع التجمد تاعهم كي طلعوا هذم الزوز يعني وش هو أقل من ناقص 15. اللي هنا هذم قعدوا شويه طالعين، يعني هذا درجه تاع التجمد تاعو من ناقص 23 لناقص 21 ناقص 31، يعني لهنا ناقص 25. نعتبروه ليكيد دو روفر وادي اسمه صالح الاستعمال يعني في الشتاء دي فوا نقولوا من احنا مثلا نصطيف ولا جهتنا احنا ولا هيك، يعني درجه تاع التجمد توصل ناقص 10 ناقص حتى 12 اللي بيت البرا. نشوفوا درك رونو اللي كيد دو روفر وادي اسمه رونو، كنشوفوا مع بعضنا. لازم تقعد شويه وقت به تبينها. لازم تقعد شويه وقت. طلع الماء لهنا، شفتوا كيف هبطوا يمشوا يهبطوا مع بعض. اللي يقول يعني هنا وش حاب يقول، درجة تاع التجمد من ناقص 15 ناقص 23 وكتب لنا هنا ناقص 21، يعني التيست لهنا يعني المنتوجات هذه كلها كاتبين الدوغري صحيح. نرجعوا درك تاع البوجو هيك ركبه ما يتخلطوناش، و تاع البيجو الفتحية للبيجو هيا نزيدو نعمروها بيان بهم هك. كلها طبعا كل ما فيهمش واحدة، ما فيهمش واحدة هابطة شوية. هنا بالمختصر انه ليكيد دو روفر وادي اسمه تحت 37 درجة، يعني قادر يوصل ناقص 38 قادر 39 قادر ناقص حتى 40. دوكا نسيو الماء العادي، هاي هبطو ديريكت. ما عند اصلا ما عندوش درجة تاع التجمد هذا. كينا شفنا تيست على مجموعة من ليكيد دو روفر وادي اسمه. يجينا الأول البوجو سيتروان، الدوزيام جي تريز، التروازيام رونو. هذوما ما نعتبروهمش أصلا دي ليكيد دو روفر وادي اسمه بويسك ما يصلحوش يعني باه يكونوا ليكيد دو روفر وادي اسمه. دركا اللي حبينا نختصره دركا انه تقدر دير تيست ليكيد دو روفر وادي اسمه لسيارتك، واي واحد يحب يدير تيست ليكيد دو روفر وادي اسمه نشاركوه بالتيست. مرحبا بكم، السلام عليكم.